بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن كتب كتاب الصلاة يا باب الصلاة قرأ عن شروط الصلاة، فعن سوق أن هلكم لفصل استقبال القبلة شرط لصحة القاضي صلاة القادر إلا بشدة الخوف ونفل السفر. فصل كان مؤلف حكاها الرياح وكسرارها التي كان أيوه إن قبلة الوجه تسلم هي أحكام تلحررت. وحيث استقبال القبلة قبلة إن لقابله الوجه تسلم شرط وحي شردي عن لغم مارمين أتهاي لصلاة القادر قفك أولودة صلاة ديس قفك قبلة أجيت سنكرة إنه قبلة أجيت سداي وقصب صلاة ديسون قبلة يسغل أجيت سنين مع صحيس فقف قبلة أجيت سنكرة وي إلا في شدة الخوف حبسي أغادي أن نفل عرب إنه يتوقتم معهان ونفل السفر قف سفر كتيرة وقاليب سهلاً أما السعودة والسنة يسانا يما أهانا قال كان مغلف كل واحد على رب وصور يبي لكن أصرهان صلاة القبلة إلا قابله إلهي بقى قرآن هكو أمري ويلي فولوا وجوهكم شطرة جهاد القبلة أجيت سلا جيت سلانا قف فإنت وكروي سودب وغفا فاهم دونه تبا صلاة إن قبلة اللوجه تغيينه تحي قرآن كنا واشعه مركي ورى النبي عليه الصلاة والسلام سند إيا بد أما سند إيا بار وحده مسجد الأقصى إيا قدس بالله تكنشري مكة اللجوه قيبة كاملة حل غاز مدينة كدب لتغي مدينة مركة تشوكتو قبلة إيو مسجد الأقصى لوجهه نظر كاريه وجهه عليك لنقنا يعني نواب لنا عو قريبا نتكنا لكن مدينة مركة لجوه كونفر بالوسو تكنا مسجد الأقصى إنه مركة نتكنا إنه وجهه نوافو عديه وقبلة الكعبة مكسش الشياء وقويك إيه مدينة مركة لجوه تمركة عندنا عكوفر وجهسته مسجد الأقصى قلاش عضو المرايا أو كان خريطة وحكفة مكرتا أحاديث أضاء الطهارة قضاء الحاجة مركة لغها الليو لو ليه قبلة هذا النبي وحان رقني مستقبل القبلة مستدبر بيت المقدس حق قبلة نوويتشي ذي باستراق مقدس نقبل كيسيهي بمعنى كون فرنا مكة كتيرتي إن عوقينا وحكتيري مسجد الأقصى أدوانا نقول إن عوقينا وحكتيري قيبتي هورا مدينة مركوتشي ومسجد الأقصى مكان واجعة من قبل ذي سكعباء يا مكان لغانيو سيلا القرآن بشه وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام أمر بالجزية حقا وجهت وحيثما كنتم مركز تؤدون إذا كتشوكتان فولوا وجوهكم شطرة حقا كعبة المسجد الحرام وسو تشتر هل كانوا حينك أرقني مركز تؤدون إذا كتشوكتان قبلة الصلاة وكعبة حرم المكي كتان نبينا عليه الصلاة والسلام لكي صلاة خلدي والمصي في صلاته مركو بريين وحجر إذا قمت إلى الصلاة صلاة دادو استعكت فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ويسال المايستر سفي عنه ويسيسو كدبنا قبلة وجيتسو الله أكبرنا ده قبلة وجيتسو صلاة كما معرمته لكن أحكامت الشريعة مركي حرج يعيري يمادو والله فضو دي إلا في شدة الخوف عبسي أرك إن اعتمادا معهان حالا عبسيا وهذا النفط عليك أعملي كريم قبل غير الوجه بسطة هذا اعتمادا صلاة ديناتك تنك قبسته
سيدي كو سورة قال لو تكن صلاة كو قواتان لو تكداوي حالدا عاصدا أدغي دغال وين نقول كرتا وامد نسك ظاهر كقران كو سودغي وليدي فإن خفتم فرجالا أو ركبانا استاقي يعني هذا نقاط انتيو من ولا قبضي أظل غير يرى واتكن دي عاصدا أدكاتي أو ركبانا أدو قريب تارنا وفرص عيرنا يرى واتكن أما قاري عيرنا يرى حالدا لكن عبارة فقه هذه إنه شدة الخوف فيكو عبران آيات في رجال وركبانا ابن عمر مركو فسير يينا وحجر مستقبل القبلة وغير مستقبلها إيكو قبلة وكتشيرا يديكو كتشيرا روالو سؤال بالو ودي عبد الله بن عمر سلام النبي كم قشي بالويل كاسويها نبي كم قشي صلى الله عليه وسلم أنت عبد الله بن عمر النبي كشيري فلما قارنا ويكف حيكف سلام قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله نشأوا ستام وجه الله قبلة الله رائد كا في علماء قارنا كف سلام رحمة الله عليهم جميعا هذا وقت قبله هذا يقبسل أذكاته أم قبل الله قابل كريم صلاة بها لا يتقل مده صلاة وإلا تبدا لكن سلاة أذكاري كرتين أو وجاده تكن أدو صعدة أدو أردية أدو قادي بتارا أدو قبله لا يتجد أدو نتجد أريق فقهان أن شدة الخوف إليهين عبسي وقتا بيثبيني قريان وي عبسي أن دقال حين فأبو قبسان كرتين أدو صلاة كتيرا هذا يدفعه محاطمين قسم ما صلاتنا كبحر انت عرفته بالعرب كان مش هذو شيء بتكون بتكون دوفان بصفة هاي صلاتنا ما كنت أما مش هذو دوفان بياي اللي كوفا كان وابقنا يسان وقتي صلاتنا واقعي أما عرب كلو وحنا لا دقى الله ما أنا هين باكو صو ولا رايو صلاتنا حيدا الله أقرا على قاركود إن الله يسوع مصوص يبلا يلبح وابقو صو فكره فرجالا أو ركبانا تيجري وإلهي بما لفظه إلا الله شعري فإن خفتم ويها دار عبستان إن قبل الذي قابل جمال دقاء تسعود يمال دب كعيو قبل الذي أتشيدي وانفورصان وانسجوني طرفت صورة قلمة صلاة دين لغتا قال الله موضع ونفل السفر سفر كالسنة ده إساقنا سفر كالسنة ده هذه أتكن يسو نصوص إن شاء الله تعالى دب إنو إيمان لكن وحنا نقول أن كسر عليه الصلاة والسلام صفر كجديد ك إنه كنت كنت يسون قبل ذي الشيء تنضموا سيفا فهي وحول فريل مسافر قفك صفرتي وحق لي هاي أتنا فور إلى سنو سما يستو فراكبا لسوا جديد تارا يوم ماشيا لسوا اللوك سعلوا سوا اللوغين هي يسوا جديد تارا قفك مسافر ك وسما يسنكرا نبينا صلى الله عليه وسلم وحقصوا صحيحين كي غير كودي سنن كبا انه نبي جديد كي سكدرت كان جري سوا سفرا حيث كان وجهه ما لا ماشي اسي جيدو يوغو تو كان جري ولا يشترط شرط ما طول سفري سفر كينو دير يحي شرط ما على المشهور سيدا راجح قول امام الشافعي لولا قول لغوريه mid ka aadka u xoga badan ka kala khilaafsan shart ka dhigay safarka inuu dheer yahay dhaafiga su'aad uu baray laakiin waxa laga soo reebi doonaa haday suuragal tahay weeye marka xiranaysa salaada qiblada u jeedso kadibna meesha uu socoto u dhaqaaq tafasiisheeda uu keri doonaa fayn amkana haday suura gasho istiqbalu raakibi qofka gaadiidka saaran inuu qiblada qaabilo كاسو في مرقد مارو السحر أو كلا كتيرا يو إتمام ركوعه وسجوده ركوعه وسجوده أما يسر هدوه وهدو لازم هو أكل لازم الله سفره وقاليد سارا حتى نهضر قبلة أتشيت سنكرته وأكل لازم هذا ويد على ترى أننا مركعة سارا تهي يد مراكيب تمركة لسارا يهي يا ديار الله وين قارقود مرك الله سارني هاي هذا عظم الجهاد يقرانا يسوع وهذا يستاجي كرتا قبلنا وجهي سكرتا ترى نظنا
قاركود هذا وحوا واه دلقيو دلقيو السوقيه اي ليهينو دكاما واخ كغلان ودخايده واخ كخوليو كراس اد فاريسان او تلفزيون داوانو مسخولها لغيريو سوقيه لو وريي قاركود ليه قاركود نقول الله كريستو قول يا فدي يا تشيف يا مسقوشي سي قبيت كي لي ليهينو مكاسو بيخي شقه تغيسا عاونا صبريسو قول بالا كريستا سرتنا دكتي مركه سوي خي واحد كيعيو انت الكلام تاع الله بحال بيها قبيستو اسكو شفتو مبارك سي شقتي يا راه كو الله ولا دلقه وا وين مرافق قاركود بصح صاحوي بنابا هنيسا والله اكبر كثر هذا سنتو كتو كواسو كاليتو هدي أبناء الطلاب كرقة بشرطيف يعمرون ركوعات كسر جودان هلا يسوع واتسامين ولا جربا لكن بس بعض أحفاد ده كرة دادو يستخدم هذا حكاقة من أما بيارة بعض أحفاد ده عيري يوه كرة ربورزوي قاعد طاب الله كشري ما يستاهل كتير حق يحق ربا الله جافد يا ما الله كلام مرون جد كلام مرة يوم الله سعدا هاي النملة حجابي تشيتسن دمشق ديارة بسعتي يا بسكو بعد كلا سعر جديد كمرك والله من أروع الحكومته وما كعرفت عن استعجين كاتي واحد كانت صوص عتمد كله من نجعنت كمها يزيد ديارة بعثارنته ترى أننا قارقود بعثارنته بسوس كقارقود بعثارنته يا بجواري العام كيبدك قادة لقول شو تشين معي ترى دي سنة عادي بمرية ترى دينا ويسوق شيء وافتق الله ما استطعت المركز قيبت فرجالا او ركبانا مستقبل القبلة وغير المستقبل هذا حونها راعي هي فينما تولوا فثم وجه الله وإلا حدوسا أول ان القبلة اجهت سدو اما الركوع يسجود اما يستروييه فالله صح سيدا راجحا انه يسجد ان سهل الاستقبال قبلة انه قابل قابل كريا هذه سورة قلبتها وجب الى واجبها ركوع يسجود مكثي لكن قبل لا أجيب سكرتا إلى واجب هو وإلا فلا حضارا يلي اللبطة لما قبل حتى أن أولينا وواجبكما ويختص وجوبك وحقا كل نقل بالتحرم مكي صلاة الحرم أيه ما قال أنه كسر أنت صلى الله عليه وسلم ما هو قريب يقصر ما يصنع أيه ما كأوه الرئيس قبل لا أجيب سلم والله أكبر جلاله مكدر شدك يسقب سنجري تاسي وحيان فعي مرك جادي أدو 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 أما أمر كثير تريد سأعلى على سارنته جاري هو تاتشو تشسو أما قبل ذا أجي ليسو والله أكبر وعضيه كرطام إن تاتشو تشسو وأضمناك استكتب قبل ذا أجي ستا الله أكبر به كدو من الكرة تشيرين وقاري هنا تقري ورينا واتورا فكو عيه سجودة نضع عيرنا يبعض فالمضح يستر ومضح يبعض كل شعري إنه لكن سكبع صلاة أجلتك أنا جادي تي تصبيح يا عظم كلهم إن الحمد لله سبحان الله الحمد لله استغفر الله هذا هذا بعضات كنت أبلا كلهم وهم بقية القفك من صنيع مسيحاني وحكلا مقب صنيع وحماخر صنيع عالم كان قلبك وحنيف في عين المها يركع وحاخر اسمع الله ربيا ترى بعد كل إنسان قف كسب بوغرنا يا حرام ترى إنك لما بقصد حبوا خلاص فرقوا شو بقول قف بسارنتين لما صدح ولا صعطوش يا كيزان يسمى هاني انت كرا قف جرنال هايستا قف بوق وطا وحقية يوية قف وحقران ايضا انت صومالي دا هدي اركان ويشاكين يعني هدي كلام دا قدوه فيرنا يا مانتا هنا دادكو حيكو قلوا واي يعني قف كان محوية مالا حالو بيتنا مانتا دوها فير فيرنا يا تمكا يبناك كسو الداشو قف قف وحو اخرين اي فيرين كانت حالي كان مير واري يساوي حكية صح معها عارف إذا الماء يركب صدح بروتشر يا أبوه الهردي سير لغولي هاي ما أنا كده أبوه صورة الله صورني ما أنا كده ما كده أبوه قال قالت اسمه كيس أو أبوه جاي كيس بكوني هذا كاسو آخر سكبر الله وكبر الله إلى وأرجع جاوب وحمد آخري سأصدرته تذكر ما شعب الله ولا سارية نقول لكن كما فعل سنة وقتها تجديد كسران تهديك الأخرس القرآن أخرس علم أخرس صلاة كتكو من وقت يطفق مسلم كسير الله وطلق عليه حتى يسوى صفر وصعد هوش يسوى إنه ذكره عباده كفى إليسا الله وطلق عليه وقيل وحاله يشترط وحاشرط
في السلام صلاة مركة لغبحي أيضا سيدو كري تكبيرة كريا ما يفقها قاربا قو ضعيفة وحيرة هذين أنا وهم اعتبر الدليل وما أرك أنا هين سلامت وحيشة بهذا التكبير تحريبها التكبير وتحريرها التسليم صدرت الأحكام في التكبير وجوبك اللي في صلاة ديبا لقرية كبحتان كان لمدة أن كان إن قياس كا فيد الشريف ويحرم وها حرام انحرافه إنه اللي إحدى قبلها كل إحدى عن طريق انحرافه كل إحدى عن طريق شتك وهيو إلا إلى القبلة قبلة يقول لحرم معانا هذا صلاة كتبته أصل قبلة يعني ظروف تعالى قرت فلو يريدوا جيدتان كرتا ميشا السعوتي جدك على القرى اللي حلحان كرامين بيبيل حساق عن بعض هاي لكن مالا جدك هي هاي قبلة دينا أنا هاي إن هذا جيدتا تلمع قرب وهي أصل في قبلة دي لحاجة صفر كاقا لغور حسيني مالا جدك السعوتي هاي إن رجيت تتنى حصل كينا معها حاجري الشروش على الغور سيئنا معهين حتى الضرورة هايدنا سو قاعدة معهين الضرورة تقدر بقدرها قدر كذا على قوة كان قدر كذا على مشهد سعوتي ما لها كلا زوما سحما ويومئه إشارة بركوعي ركوعي سا يو سجودي سجود وسجودي سجودي سانا أخفض كسي وصيب ماذا حكوية تلماني ركوع لي سجودة ومكا الركوع يشوفته ماذا حكوية فورارين سجودة مكا قارتنا لوادي تشارب واتسي فورارين لكن هكي الركوع لقارسي سي ملكه وصيسات قارسين سجودة سيوكا الوصياء حبدي أعقى على هاي سطبع أعقى ويا أما كرسي أتقفى لنا ورينو كرسي ما كاقيا لي مالا أعقى فور سطبع مالها انت المسافة على القيبسان قبل الركوع كذي قبل كير فوسي سنة سجود الوتر كذي النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر أبو داود الترمذي غير كذورين يامبا وحكى رسولا إنه يرى النبي قائد دري ناري دري دنتي وان سوق قبل مكاسا صور نخضي مكاسا وحمي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم السبب قالت كي سكدر تكني نحو المشرق بري أسي كذا طيب لدي سكوفر بيهي لكن سوى بارك الصعود وغاليب تارا بارو إيمد بويل وركوع لي سجودنا ما لحكوت المامي سجودنا أي كسي يرهو سيسو ركوع لي هذه كان واحدة النبي كسولا صلى الله عليه وسلم ولا ظهر سنة راجحة من قول الإمام الشافعي مركز لأيه أن الماشية قفك اللغينية يتم ونميست لأيه ركوع وركوع ليس يو سجود وسجود ليس قفك الجانب كمدق كرام لهين أدينا لكن ما كان لغين يسوع سفرنا عاته إن أصلنا يسافرنا على ربته ما كان طلاب الحرنا يسقط لنا بجيتا فتح ما كان سوق قالته أكثر من الصال إن عشت كأقول هذا مقابل سيد الجاني ترى فتح لي القرآن كما كان ما يسافر حوالي على قراءة غير نافل فكل ما كان لقاره ركوعي السجود إلا أول باتاعن تعيو جانب مساريدي أول كأكون ركوعي السجودي ويستقبل فيهما لوضع ركوعي السجود وحوجي الثاني يوفي إحرامه صلاة مركو إحرام أيان وحوجي الثاني قبل الوجي الثاني مكان إحرام يسوع يركوع يسجود قبل الوجي الثاني ركوعي السجود أنا وأطمئن مستري ولا يمشي سعد معي إلا في قيامه مركي وتعنى قراءة فاتحية القرآن الآخرية وتشهدي مركو تحياتنا مركي رجع السلام عليكم ترى قبل هذا الشيء تبى يقار كل جيرانين السلام عليكم السلام عليكم بعدي كد الله أكبر عليه كلا الحرم وكلا الشيرين وشتى الله رأي القاري وأن الوين يسع أنا وحاله وبرايا قفك مسلم كي وقتك يسوي كفى إلي سنية أنا عبد الجاري ما رأي نكرر علي من باس هذا عشان بقوله كيلو متر باتي سعر لم يتوانسع على الضلاغي على أجيب كسي حيث ومنه بهبين حتى أبوه يا أبوه حق رسال الله ما رأيه القارتود وهبين محاد سمين هذا ذكر أخرسه تصبيح أخرسه هذا القرآن كتقانا القرآن كحبدي سنتهينا أريعه في عمو كلي القرآن كليها أخرسان القرآن كليها أخرس صلاة بتكم الله ورسكو تاري كرتاي والله أقول انتهت على البقرة دولة قوم سو بقرنا اخر يمرهبين
كلها صومالا نخريا صلاتنا كدر حق القرآن كريا وصمين إنك لكن صالح في إيرين إيسو هذا هو حصوب بحي حرب حصوب بحي هذا الاسم مشغولي تلفون يمين مريبا الله وطايا لقاها وحلقة شن قضاء يوسي هذا ما تنهى همسده من عارك ذا بنت وحي هاته وحوش لكم برقال صاعي صرح يا عاركي سيادوين أهو الصغيري وقتك عاقا دمت لنا قبصه دينتي عبادة أغفى إليسو سيئة تصبيح القرآن سيئة الصلاة يتكوى اللغين إليسا قايد بطارن طالب ولو صلى الله دوت كذا فرضا صلاة فرضا على دابة قالي دوشي هذا كنت كتب واستقبل قبله وقابله وأتمه لما يصفر ركوعه وسجوده لما لما وهي واقفة يدو تاغا جاردة بنان أو سائرة ويسع عطا فلا مبنان بسلام حكاها ليا قاليدك أي يقينه حل قانا اتشري قيبت هورها بعد صلاة دي كنت كان كرتو يدو ركوعي الشدان وما يستيريسو وقال لقليه وضمان قارتو ديارانها قال ميل كنت كذا ليه باتشري ويستدين عليه ويدي على الله وقبي إسلامك لكن قلوه يسلبه ما بعد أول مكة حبي اللي تشوفنا السوق رجالا أربعة على قضية على أربعة على قضية على راعة على قضية لكن ترى النظر يو قواسي سوق يو وين بدر كيسايو مساج كنا كوي وترى في الأحد يقول يعني مقارنة مخادع قل مقارنة كافيتيريا كافية كوبتشينا كسر عبدي مقارنة سوق صحتي نعم عيالا كسر عليهم مقارنة قلبا كريسان وصرير باتفاحة مقارنة ميل باتجي وشاور بات قلم وتسوق بيسن ماشى سراسه تمين برنامجه كم دوني ترى ماذا يدوما هي مراكيتا ديارها لنا هي جديد كهذا تشيرنا هذه مر واسعة إلى هذه كواقف نحب كم دوانا وحركة بلنا صلاة ثلاث حركات متوالية في فقاد كعربيان هذا لكن صلاة كوقبة لوت كنا يفتق الله ما استطعتم وي يبغى سلاسة كنت كم بس كلا تشوي صلاة واتكن تراك عليلي قال واتكن يا رب عليلي قال واتكن شدة الخوف فرجالا أو ركبانا هذيل يرسين الصلاة بيتجن تنا صلاة بسير أتجن يا رب كنت كم مشكلة هو بدن قريب ك كرام يا رب هذا ذاك كهجة الصلاة وقرب بدن ودخول الوقت بسرعة الوقت وي بسرعة وقرب بدن جارهان قرح على عكس يا لما كانوا سفرته أما اتجاه قرح على أم على السفر على يا المغرب إلى نيرون كنت كتب دي عرضنا كعلم قرح لنا كذا ما تفتوه ده هيكون قادم بعد عكر برد ما ده هو اللي بتشير قرح لي وسوي شيء ده أي مرة ما تكون على سؤال يا مرة وحلله هوان صوم مراوان أفري دي عرض ما كان كعلم قرح لي هكذا بتجي نسقعون الكلام سمعلي دي الصوت ما قد صوم كي ما صحي صلاة المغرب أنت كذي يعني قرح لي كذا بتجي ومرة ما أنت كذي هم زتيه رأي شرطة مصائر كحديثة عندنا كتب يهقر المرك إسقال سينتن حول الأرض يا رطي إذا إسبدل كمسائل فقهاء ظهري وبها الليل الصامين تيكو يا رطي معروف عن كتاب إلى التقرية الحديثة وأثرها على المسائل الفقهية مس على الخلاف الفقهي وحصاته تقريبا سديت بقى من السعر بقول البيتشوي سائر بلد بكفى إليسان أنك طالب العلم يعني وآخرين طالب ووحي سورة قال كعوي ومن صلى قفكي تكذا في الكعبة كعبة أحلال قفكي كعبة إنه قال الله وقال هذا هذا من السياسة ينبع الله وقال هذا هي شخصيات كبيرة وعلى تلك كعبة واردي قال لها حيو وحق واردي لها حيو تركوا يسكد لها حيو ووستقبل قابلة جدارها جدار درب لها قابلة أو بابها مع الباب كذا صو قابلة مردودا يسوي عشية الباب حرية أو مفتوحا أما فرية هي مع ارتفاع عتبته يسوي عتبية هوستيج يسوس أي كم صرّيس ثلثي ذراعي لود صدح لودي جي لبدي أو على سطحها أما كعبة كرب كذا فرية كتب كذي مستقبلا يسوي قابلة من برائها اسمها روحون كاملة ما سبق قدر كي قياس صهر مريو ثلثي ذراع بنا جاز بنا هكذا لبن مسلوك لها لكن لبن مسلوك حاول قندقا
qibladayna u jeedsata kacbadaa lagaa rabaa. ninkii hal dhinac ka jira hal dhinac buu u jeedsadaa. qofka kacbada la jooga dhinacuu rabu ka istaagi karaa. innagu hadda dhinacaa keliyaan u tukan karnaa, maa bayna almashriqi waalmaqribi qiblatuna waay. laakiin qofka kacbada jooga waad aragtayba xarabka markaa masaajidka soo gasho hadba dhinacaad ka soo gasho unbaad uga jeedsan. lidaalika salaada xarabka lagu tukanay waa wareeg, waa meesha keliya ee la ogol yahay in ma'muumku kacbada imaamku uga dhowaado. imaamku xaggu kaga soo tukanayaa waxoogay baa u dhexeeya. dhinaca kalead kaga soo tukanaysaa iyo derbigadaad ku sujuudaysaa waa la ogol yahay. imaamku hadduu taliya guryaha aasha u jiro adiguna dhinacyada kale saddexda dhinaca kale mid aad ka tahay ee halkii isaga ku aadan aadan hor istaagin hareeraha ka marto kacbada waad uga dhowaan kartaa. wixii intaa aan ahayn imaamka inaad ka dambayso kacbada isagu kaa xiga wey. innaga hadda qofka halkan istaaga iyo dadka gadaal istaaga kacbada yaa u dhow. halka xaaleen la ogol yahay kacbada imaamka inaad uga dhowaato waa markii kacbada meesheeda lagu tukanayo. tayib, waan gartay kacbada hareeraheeda dadkii ku tukanayay inay kacbada u jeedsanayaan, waan gartay. laba qola ii sheeg weeye marka. qofkii gudaheeda gala xaggee u jeedsan, qofkii korkeeda fuulasa xaggee u jeedsan, labada waa dhici kartaa. gudaha haddaad gasho kacbada xaggaa ninka uga soo jeedsanay derbi buu qaabilay, ninka xaggaana derbi buu qaabilay, adiguna kacbadii qayb ka mida inaad qaabishood u jeedsataa lagaa rabaa. ama derbi dhisan ha noqdo ama albaab kaloo xidhan ha noqdo. taa waxa uu daliilay nabiga sal allahu calayh wasalam iyo koox saxaabadoo la socota fatxi maka kacbaday galeen, albaabkay soo celiyeen, wayna ku tukadeen, laba tiir dhexdood buuna qaabilay nabigu sal allahu calayh wasalam. halkaa in kacbadii la qaabilay waa laga gartay. oo sideedaba kacbada koona haddaad ka qaabishay iyadoo dhan haddaad qaabisho isku mid weyn kolaba meel baad ka qaabili lahayd. marka derbigan inaad banaanka ka soo qaabisho iyo inaad gudaha ka qaabisho waxba kala duwana. albaabku hadduu furan yahay ka waran albaabkan aan u jeedsada. waxaa la xukuma haddaan kor saarna halka ugu koraysa haddaan saarna wuxuu leeyahay kacbada wax un dhismaheeda ka mida oo dhulka ka soo kacsan oo qadrigii qadarkii qiyaaskii sutradaas ninka musalligaa sutradu samaysanayaya baa la rabaa. sutradu fuqahadeenna waxay yidhaahdeen waa inay noqoto thuluthay diraac, dhudhu saddex loo dhigay labadii baa sutra waxa noqon karaa ugu gaaban sunnada. halkaa waxaa laga gartay wuxuu haba gaabnaadee wax ku hor yaallo qaabishay wey xukunkiisa. saa hadduu yahay kacbadii meelaan uga qiyaasana qadarka kor u kacaya taa keliyaan haynaa. walidaalika albaabku catabatulbaab waxaa la yidhaahdaa albaabku markuu xidhmayo iyo furmayo hoos meel qabataa jirta, ama bir hadduu yahay ama alwaax hadduu yahay, korna waa la sameeyaa hoosna waxbaa laga dhigaa soomaa. waxa hoos albaabka furmaya qataa catada la yidhahda catabatulbaab, hadday kor usoo yar dhisan tahay oo kor usoo dhisankii suluusay diraacay dhan tahay kacbadii waad u jeedsatay. kor haddaad saaran tahay oo derbigu hareeraha dhisan yahay ama meesha aada u jeedsatay wax ka yar dhisan yahay durusay diraac dhan, hadna kacbadii waad qaabishay. haddaad waxba ka dhismayn de kacba umaada jeedsatay kor baad saaran tahay xaggaasaa u jeedaa. la dhihi maayo qofkani kacbadii qayb ka mid u jeedaa, laa sharcan walaa curfan midna. hadduu albaabku furan yahay dhulkana la siman yahayna dee meelaa kaca maadan qaabilina waad kala sii jeedsatay salaadii. saa darteed fawalli wajhaka maadan samayn. halkaasay ku salaynayaan fuqahadeena raxmat ullaahi calayhim jamiican. waman amkanahu qofkay u suura gasho cilmu lqiblati qibladii inuu ogaada isagu garto xaruma calayhi waxaa ka xaraama attaqliidu iyo walijtihaadu. attaqliidu qof kale inuu weydiiyo hebel baan ii sheega yidhaahdo iyo inuu yidhaahdo waan iska qiyaasaya lama ogola. kacbadii haddaad arki karto yaqiin haddii la heli karo danne lama ogola. taasi waa qof kacbada jooga hadda masjidkiina ku jira wey. masjidkaad ku jirtaa kacbadiina haddaad fiiriso waad arki kartaa. inaad tidhaahdo see xaggey kaa jirtay oo dad isaga jeesa meesha dadka isaga jeesan aan fiirfiirin, amaad qof tidhahdo yaa kacbadii awey kacbadii xaggee u jeesada xaggaa u jeesa ku yidhaha lama ogola. iyadii awey itus waad dhihi kartaa. ma kacbada haddaad yaqiin hubi karto yaqiintaa waajibkaadiya waayo u jeedsa taasaad awooddaa.
وإلا أخذ حدوسا السوء أكي كرينا وحقاضنا يا بقول ثقة قفل وكل سويا وركي يخبر كشيء يقبله بشيء كعوده وشرته عن علم السوء علم بيسير أقالك سكشيء أنا قرانا يا قبله هل كاسي كاتر تاكو يراني يا دوركي سقاضنا يسا هذا حرم فوالا فضلين إنك أنا أقول لكن عمرني حجك آلية خدمات كأنا سعودي سبيانا آتكو في عم بيكمتها طنعك كما كنت قريسان لا يحموت النار أيالا وقال يا سيدي يا رانا حبتك الصوت نجحي قبلة كعبا يكو عدرانتا صدرنا بناك كما كنت قريسا متنال كان كنت أغنتهي بعد لا يسكو أعديا وعبر آل وشقي انت أي وريب يسوك انت سنتيمتر يعني نغوح ودركا ويسبدل كدولاد ودركيا ساس يمو وريب يعني صدرنا أن حمتا متنال لدي حرم كاريري ساتا الله وقال كعبا يكو ذا وجهيه قبل مسجد طوال ركتابين بكات شري كعبة مدينة عني كغيرتا مدينة عني كغيرتا مدينة عني كغيرتا ليه مركها مدينة كسيت رعا متنير طرفا كاسا قبل هذا اللوغو تلقري رق علمية رق بضر ومهندسين أنا كشقي انتوا كده ذلك فإن فقدها دوايو عدكو شكتنا ويلي أدنا بارك كفي أهو أمكن الاجتهاد إنه اجتهاد ويسوى القياسية أصطابه وكو غران كراو هايستو حرم التقليد قفل الكينو سقعة لموغا وتشديدي هكا شافعين وحيدها الاجتهاد أطاي سورة قلقوية قفك وحيكسر قصة إسانتهي مساء أصولي وإشافعية القبال وحيير هذين عمرا التقليد كاللوء قولي هاي لكن منك مجتهد كعلمنا التقليد وموغا مجتهد نمضي علما نمضنا وتتجزأ مسائل بيوقع يسمى يسايا ومن مير مجتهد كوا باجرا قبل هذا قراشات هذه الله دار ماجه التقانات وحقيمين كرتو عبري كرتو أما المحراب مساجد أكو قراطبا أرهيسو قفنا الويديسو مباهي مجتهد كلا يقلد مجتهد أمان مجتهد مجتهد ما التقليد يدي في مسألة لما قدرين الله دار قياسي كرتوي ويا منها قياسي سوى ظني أنا تابع وظني تابع كان آمني أمان الرب وإن تحيرها دور يا رب سوى الأسأل الشيء أتها ورأتي لم يقلد تقليد ما يفي الأظهر سيدة راجحة بحيث هي الورير كنا حوغي أن سشب ربا عن طيب بدنا أنا صلالة وقت موضوع وقت بيلالة وقرنا سنكرتا هذا هو الاجتهادي كرتي ومجتهد مجتهد بالتقليدي أصل كيف هذا يسأل كان عالب كي يمنا وحكا سوقات مالي قول كله شافعيه وربنا لا يخطأ دورتين أي وحبا وحولية هاي قفك يسوى هذا القرام هايو وتقليدين يا قفك الويدين يا بناء قفك مجتهد كا هذا المسألة القرام هايو إنه مجتهد كلا التقليدين كلا خلاف فيها ويهالك نسو يقولي رحمة الله عليهم جميعا وصلنا وتكن مركا دي تقليد لو دي كيف كان مثل ويهي ويقضيون قضينا يا حربة الوقت نوالوت كان سدع عطاي لما عطف قياس الواكرا وين أفرت تياك ويسوق من نغلي ما الكورة بلان تهي بشرت مرة بلان بيد على عرنتاس على يا وصفر نوات هاي هبين ملو نوات شوكتا حدقاها دات تلقينينا اركروا الضرورة لي هاي لعيك التمرد داي أما مغالينك قال هاتاتي معدو إن هذا ما له أن ما دام قرحي بين أرجنا صبحين يقاطي ماشي وسوع تدعو جثر نوان مقام قريه هذا في ماضية حافظوا قياسي كتاقب له لكن قريه قلبت كهذا تكتب ماشي وقبل صمد روا ونضرو قرح أنت على كتاب يرانيس بحافظ مدعي قري كستوتي ما تحافظ أنت الكب حلفيه الحافظة كلا تكتب وأنك قري هنا الويدز حقين له تكلا وحاول حقوقي ما يسوي حقوقي أتذكر البيس وأتذكر الإنسان حافظ كلام إيمان الإنسان كوا هلك وحاول ذيك يقول قال على حجيل له تكلا قولي كستو تكتب حجيل له تكلا ما كنت أعرف هذا أنا بعشر حقوقي يا سيد هذا قبل لا عبرت على ولدين تعب على ولدين صدقت الوحيد ما ينتشر هذا الدكتور قلت كذا أصلا سيد غالي كبعشر قبل لا عبرت على كتالا وقصة ما يسمى ذيك صلاة سود داري تاسو وتا أما ساعدة عبروا وطا ماشو تقلوا ساعدة وفيرين تك قبل ذلك اجتهادك على الله هو قرر هذا كبتك
ويجب وحواجبه تجديد الاجتهاد اجتهاد كل عصبوني لكل صلاة صلاة كستور تحضر تمادة على الصحيح سيدة راجحة مسائل كاجتهاد كا ومسائل متشعبة وفربضة وهي في علم الأصول مركا لتشغل فروع دا اجتهاد كأحكام تلكوصة ليسان تهينا وفروع دا مختلفة دا أوي ولذلك لما مسائل كالوا قيب قيب أي لازم تهي مر لبادنا الاجتهاد مركا كوصة ونقطر هي قيب أين لازم هين قيب أين لازم كاين باب الطهارة ينقصة ومرنيو لو بيع نتاسي بيع ظاهرة كاريس كقسمان والاجتهادو مدكو وبراتو وتكو ويسيزتو وهذا هذا الصلاة دي كلا صور قشور ويسو وباهاتو اجتهادي بيسي دي كيها كيو باطي وغن مسائل نواقو عكس بوضوه مسائل القضاء وكاملة هذه أنا قاضيتها وحكمتها مثلاً مثلاً اجتهاد أي أحي أو تكيك على حكمتها ومتكدي مثلاً يوكال الله كان وحواجب إلى المرلة عدنا بعد حدنا ويقل بسوكر بكرآن كي الهيسي أحي تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي بعضي هذه سبدل وركاو وهذه التهانة مالي كريتان كو اجتهاد نيوي تلنا ما انتسان كو اجتهاد نيوي والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد اجتهاد حكم كي لكم بريين كي هو نباب في سوى كان نباب في سوى عمر باسمي رضي الله عنه وارضاه مقولة عن إيه قال إنسان على رأسه الجورية مسألة القبلة كان راعنا المذهب حاوي مسائل القضاء والحكم اجتهاد كراعزة وأيو والجهاد كل اجتهادي وليس بدبدل كرتاع على عمله كلا صوب مقنكرة قرحية عركية طبيعية هودية وحبا مقنكرة ما دام أي سرعة هاي صلاة هذا الاجتهادي تلوان والاجتهاد تو كلا صوب شيء هذا هو الاجتهاد صلاة كسرة طيب وصلاة هذا يرقى سنطنة محان سمين نكبر بدو اجتهاد كود دبيات كنت كن وحي جارسيا مال أهل فوق مركز ومن عجز إلهي كله الدوراء فمقر وجبين دوراء صلاة تحرى هذا اسبدشو هذا اسبدشو رغم أنا حق عينا حق طايتي واتيتا وأفر طرق عضوات بأثر جهاد كل اتمتع دارت اجتهاد كضمون بوحروف صلاية ومن عجز عن الاجتهاد اجتهاد مكي كعجزة هو الاجتهاد الكريم وتعلم الأدلة أدلة هي أصطامها قبل أن الغقر قرطئر وبرتنا كعجزة ما قرن كربا جدي حدق بعديها لو قرن شري إن هذا ماشان حدق هذي بابا أرقنا وإنت أنا أرقنا يا سوما إن الملك هذي إنتي أقرب مرنا ضرور بأقرب كأعمى ومد النور أو كلاتية وحي لمدة قلد وحو التقليدين وكحرنا يا وهذا كقرانا يا كطرا حارا ثقة قفل بكل سوية هي وعارفا قبلنا لقرانيا قفك سوركي سقال الميسي قفوا قفل بكل سوية وإنه يهي ووركي سلا آمني كرب إلى صلاة هذه عبادة كسرى نعيسى قبلة نعيسى وقرانيا وإن قدر هدوء أوله فالأصح سيدة راجحة وجوب التعلم إن قبلة على مرها الوقتين لو اجتهاد براتوي وإيمانك سبب الوقف مر والبر قف كل شيء هني بس فيحرم التقليد إنه التقليدية وقف كان وركي قاطع بحرام كه مثلا راسي سجود حالة فقاد الشافعية متأخرين طول وحي لان قبلة اجتهاد كالذي دي هي انت على كينا التقليد كالذي دي هي والله هل اجتهاد هل اجتهاد لا ليه هاي مثلا شافعية سو خلاف سيهين بيكو صلاي سنت قبلة انا اضغو قرطة وفرض عين با بس فرض عين معها بيكو صلاي سنت هل كان رافعي محرك يسي ينوي منهاج كيسو مثلا وحيسكو وضع رأسيهن إن قبلة فروض الأعيان كمتها فروض الأعيان كان التقريب مقران قال ترى فقه شافعي وحليه قبلة إلا قرطه فرض كفاية وي وتفقى هذي قرطان يقع كرفلا تفقى انت كلا قال كاسبرك إمام النووي تشوه كتاب يسمى جموعة هي كتب كراء دوره أوليه
wuxuu rajaxayaa inay fardu kifaaya tahay. Hadday dadku qaar gartaanna kuwa kalena iyaga ay ku dayan karaan, ummaddana qowlka uu sahal yahayo ummaddu kaa keliya uu waasac noqon karo kan kale, laakiin qof kasta isagu ijtihaadkeedii ha barto uu xaraj iyo qowl adag yahayo aan lagu dhaqmi karin, sidaasuu raajaxayaa. Wuxuu leeyahay ishtibaaca qibladu maadaama uu badan yahay, dadkuna astaamo aanay wada garan karin ay xaraj tahay, waxa uu khilaaf kaana fuqmu uu jiray. Inagu waxaa nala raajaxan qowlka imaamu Nawawi kale ee raajaxeynaya inay fardu kifaaya tahay. Saa darteed in la taqliidiya la ogol yahay cid ijtihaadaysa oo thiqaa haddii la helo adma midkaaga samayna noqon, wailaa tashtiitu jamaacay keeni jamaacada masaajidkii nin walba meesha la qumanaata haddii la yidhaahdo waxaa daba socota haddaan qabyadu ku kala ijtihaadi waraan iskuma xidhan karo salaadi. Jamaacadii masaajidkii kooxna xagga ha u tukato, kooxna xagga ha u tukato, qolona xagga ha u tukato, qolona xagga ha u tukato, qolona qolo wareerto duul culimo qasta intay noqdaan fakxaysu kaana meeshii markaa la qumanay isaga tukato, taasay keeni. Wax daliil oo farad saa uga dhigayana ma jira. Xilligii nabigana calayhi salaam dadku intay bannaan ka soo galaan ay yimaadaan unbay sida loo tukanaya isaga xidhan jireen. Muslimiintuna salafan wakhalafan saasay ka soo dhaxleen. Saa darteed qowlka matniga minhaajka iyo muxarafka ay ku tageen qowl waxaa weeye xaraj iyo mashaqo badan leh. Qowlka imaamu Nawawi majmuuci ay ku raajaxeen iyo rag badan a'immada ka mida qowlkaasaa ka sawaabsan hadyigii salafkii iyo nabiga xilligiisii iyo sida ummaddii muslimiintana u dhow ummadduna kaasay awooddaa. waman sallaa ninkii tukada bilijtihaadi ijtihaad bay ku tukatay. fatayaqana alkhataa wuxuu yaqiinsaday inuu qaldaraa. qadaa wuu qabaynayaa fil adhari sida raajixa. waad ijtihaaday habeen bay ahayd, salaadii baa tukatay, meeshaad u tukatay waad garanaysaa ama waaba calaamaysan inaa u tukatay. markii waagu baryey unbayba meeshaad u tukatay qoraxdu ka soo baxday. waad hubtaa sababaha adoo waqooyi u tukan lahaa bari baad u tukatay inaad qaldan tahay. wuxuu leeyay salaaddan waad soo qabay maxaa yeelay cibaadadan waa lagugu lahaa, yaqiin baa farad waajib lagugu yeeshay, waxay ahayd inay kaa gudday waa dhanni iyo ijtihaad buu ahaa, ijtihaadkaagiina waa khaldamay. walaa cibrata bidhanni lbayini khatauhu, dhamarka dhanni iyo malo inuu qaldan yahay caddaatay wax ka soo qaad ma laha. halkaasay ku saleeyeen, waana shaaficiyada qaarkood wey. a'immada saddexdee kale sidii imaamu abi xaniifa iyo maalik iyo axmed ibni xambal, tirmidina fii sunanihi aksari ahli lcilmi ahlilcilmiga badankoodu u tiiriyey, shaaficiyadana alimaamu lmuzani oo talaamidii imaami shaafici a qaatay in salaada aan la qadaynaynin wey, oo sidii ay kula ahayd haddaad waajibkii u gudatay aadan soo celinaynin, waxayna ku saleeyeen way u daliishadeen qisatu ahli quba iyo abse masjidu lqiblatainba. qibladii waxaa loo tukan jiray qudus, salaadii waa la bedelay oo makaha loo tukadaa la yidhi. saxaabadii qaar salaad duhur bay ahayd bay yidhaahdeen markuu waxyigu soo degay, qaar buu salaada cishaha warku soo gaadhay duhurkoodii iyo casarkoodii iyo maqribkoodii waxay u tukadeen qudus, qaarna salaadii iyagoo ku jiraaba loo sheegay in salaadii qibladii la bedelay. imaamkii xagga usii jeeday dadka hor joogay intuu soo kala jiirayeyn buu xagga kala maray oo xagga u jeedsaday, sufuuftiina way isgadiyeen oo salaadda halkii bay kasii wateen. soo qadayana lama dhihin, yaqiin salaadahoodii qaar ka mida iyo salaadan qayb ka mida meelaan qibladii sharciga ahayn bay u tukadeen. soo qadayana lama dhihin. waa kow, almusii fii salaatihi, salaadda axkaamteeda qayb buu khaldayay, salaadiina soo qadee lama dhihin, tii joogtay mooyeen kuwa tegay soo qadee lama dhihin. cumar iyo camaan ibni yaasir radi allahu canhuma canhu ardaahum maalinkii ay salaada gebagabaysiga say u gebagabaystaan garan waayeen, cumar ma tukan, camaanna fatamaraqa kamaa tatamaraqu daabat, hala tayamumaa la yidhi, janaabana way ku dhacday
سو طيب ما له الجرم واي عيد عيد بوا وبيها بوا اللي سوى دبرين شري أنا عيد قال جرم وعيد بوا قال كشيء ده صلاة دخل بقطها رقابتي سوء إلى ما ده أنت أصلا كان مركل له قول كاسي رجح شافعية لكن لفتوا ويكبدوا لأن قصرها قبع وهذه الثانية قوة يسكم معها قوة فرض كشرعها إن واجبك قوة حقا يأتي كلام بها نسخ حكم كنا ذكا مركو سوء قالوا حكم نقضاء قبل العلم ما لازمه إذا مركي سوء قالوا إن هو واجبك يسكبر الله ذي أنت هو واجبك هذا حقها قال أن الضوء كاري كانان وحيد هذا النسخ وكان اسكوها يسمي قبل العلم قبل البلوغ من لازمه تاركين بارحون لازمه قبل البلوغ مع هذا حق هو الطفل حق هو الشريسان هذا الضوء فقط ربنا بعد أحمد تعالى كل حال وحيد كده فلو تيقنه حضوه بصدق إنه ما الخرق أنت كريا فيها صلاة الحياة هذا الصلاة كنت تراره بصدقين ما الخرق إلى مجين يرهبين بيحيده أما سيبا أسر الشريد المساجد كانت صوت شيء حقا أجي تتيب الله أكبر باتري أما الملكة مقنعة إسانة مكي صلاة ديات كتير تنبا دير مير ستي أما الملكة بجمد محراب كل حدا كانت تيرا أردتي وهذه سواتي ما الخلق إلى أجي محاط سمين إس وجب وحاول أجيب إسكنافها مصواب الله وضطاق أما يسوى قضين الله إلي تنبا ترتي هذا من بعضه الله أكبر قبل أن أجي صلاة السبح ربي إلهي قلني تري لقضين ما ينا يو حيرا لأن قلنا كلام صلاة يو كتير يكلم وريجاني أربعة كلام وريج لنا عن رسول بوجهه وين تغير هذا إسبدل اجتهاده اجتهاد كيسا إسبدل صلاة يسوي كتير عمل بالثاني كلام وقع من فلي ولا قضاء قدر على غمرة يقين ما لنهرينه صلاة بعد كشيء وصلنا قبل الأمة ليسي إن عدل بعد الأمة ليسي صلاة بحر مكان مريس بعمل هذه سبدرية وحاتر والمال خلاص أشيء ده الله لا يحقنا قبل ذي كاعي إن عندي تاوير لحه بحات سمين اجتهاد كذي أكنت كريس أدوس بدري إن على مريس هذا ما هو لحن ولا قضاء صنع قضي ميزن حي علي تيهرا اجتهاد أكنت كتي قيت الله اجتهاد أكنت كتي من نبتك كلا كما فضل بدنا والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد اجتهاد مبنيون حتى لو صلى هدين وتكده أربع ركعات أفر ركعات لأربع جهات أفر جهة أكده تكده بالاجتهاد لو أكده تكده فلا قضاء قضى الله مرة حقا قب اللوضي وحاتر الميت الله يملك بكاترتا وعد الله أفر حقا تكتين بغيت تكتاتر الميت هو خلطان تيولي حقا يكاترتا بعد ذلك حقا تكتين وحاتر الميت والخلطان والله بحاجة عندنا حبيب تكتي هذا مسألة اجتهاد تهي يقين هين كما مثل برعوه كي هو لنا كان دمام بالتشوين كان اجتهاد الله ينقض بالاجتهاد نهيرا معنى هذا قبل ما يرقران الله هاي وصلاة بلوان اسكدهم بعد الأوضلين قيل كستوى الصلاة بقدير لها الباركز على صحيح بعض صفة الصلاة سيد اللوت كان يا صلاة انت ورى شروط الصلاة بكسوى الله صلاة بالله يعني إلى أمات كهذه بالله يا فقال إن قارو حديث العلماء يعني إمام النووي رحمه الله تعالى أنتم سنها كان قريب شروط الصلاة والطهارة دخول وقت الصلاة أحكام تيسير استقبال القبلة وكسوى الله هل مثلا شروط الصلاة هي نص قرارك كيري دون إنه هكا كان فعلا إذا سطر العورة ليلة سنة العورة إنه شروط الراعي وإلا أنما أن ربارين بسوء عورة هو أسطر لها فإنه هذا صلاة سوء قليل هاو باللوني سنة طبلاني هي وقت هي طهارة شروط اللوه البرية بعد في عنايد بي إلى هذين ولذلك فقهاء المختصرين تأقار كمده سطر العورة ويسوه المرية وراي بي كان باب صفة الصلاة صفة الصلاة أركانها تيرش صلاة لأنتو أين أنسحي من طبقي أولاي 13 صدحية طبوي صدحية طبنكاس قفك قادرك أولا إنو كثر لنا أقرى يغروا على وقعه لنع ملك الله يعبه نوع جنسي أيهين ملك الله يعبه
waa laba qaybooda qaarna waa qowl iyo waxyaaba la aqrinayo qaarna waa ficil la samaynayo hal mid baa laysku qabsaday niyadu ma kuwa qowliga ay ku jirtaa mise ficliga oo camalulqalbi ay ku jirtaa mise qayb saddexaadoo labadaa midna ahayn baan ka dhignaa si kale haddaan u nidhaahno aan ka dhigna midaan labada ahayn iimaanka xaqiiqadiisu waxay ahayd ictiqaadu biljinaani wa qowlu billisaani wa camalu bilarkaani soo ma salaadiina waxay noqon ictiqaadkii qalbigoo niyadiiya iyo qowlkoo takbiirtii iyo faatixadii iyo tashahudkiia iyo camalu bilarkaani jawaarixdiio qiyaamkii iyo rukuucdii iyo sujuuddii iyo juluuskiiyo ay ka mid yihiin intaba salaadu ilaahay salaad tartib wuxuu ku magacaabay ilaahay ma dayacayo iimaanakum ay salaatakum iimaan lagu magacaabo saasay ku mudatay ayay culimada qaayeen raxmatullaahi calayh laakiin maadaama niyada keliya ay tahay waxaa qalbiga qaarna camalka ay ku dareen yaa salaada marka inoo tacriifiyeen waxay dhaheen aqwaalu wa afcaalu muftataxatun bitakbiiri muqtatamatun bitasliim aqwaal iyo afcaal keliya ay ka soo qaadeen takbiir ka bilaabata tasliimna ku dhammaatay mar labaad markaynu arkaanta salaada eegayno ka eegayna qudrada iyo istitaacada iyo awood la-aanta waa laba qaybood qayb taxta alqudra iyo cajzigaba geli karta inaad awooddo inaadan awoodin waxaa ka mid a qiyaamka salaada waad awooda ma awoodin mararka qaarkood qiraa'adii baa ka mida waan arki doonaa iyo qayb daa'iman aan awooda ah sida niyadi salaadii inaad niyooto marba ahlulwujuub haddaad noqoto dee niyo waan awoodaa haddiiba caqligaagu tagooda niyoon kariibna ahlu takliifba ma diidda iyada labadaa loogu qaybsamayaa dhinac kale marka laga eego arkaanta labaa loo qaybinayaa mar kale arkaan qawiila iyo arkaan qasiira arkaanta fil madhab qasiirada ee gaaban waa laba ictidaalka rukuucda iyo sujuudda u dhexeeya iyo juluuska bayna sajdataynka arkaanta afcaasha ana weyi inta kale iyo qiraa'adeediiyo waa isla dheeraan karaan arkaan uhaa tirasha salaadu salaatata cashada saddex iyo toban wey anniyatu ka koowaad niyada wey xadiidkiina wuxuu ahaa inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likulli imri'in maa nawa acmaashu niyaday ku xiranta iyo qasad qof walbana waxa uu leeyahay waxa uu niyoodo salaada niyadasha looga dhigay rukniga marka koowaad waxay kala saaraysaa waxyaabaha caadada ah iyo waxa cibaadada ah salaadan waad rukuuci waadna sujuudi waad soo toosi intaasoo dhan dad tababaranayo oo jimicsanayaa sameeya taagnidaada iyo foorarkaaga iyo soo tooskaagani ma jimicsi iyo waxoogay jiimaad ciyaaraysaa mise cibaadida salaad baa niyaddaad ku kala saari marka koowaad markii cibaado noqotayna cibaadada salaadu faradna way leedahay sunnana way leedahay sunaad kala saarta uma baahna iyadana haddana niyada cibaadaadka mutashaabiha hadday cibaado iyo caaday shabahaan niyada waa la waajibiya waa lagu kala saaraa hadday cibaadaadkii laftooda kala martabada duwanaa isshabahaanna haddana niyo lagu sii kala saaray u baahanta salaadu waa farad iyo sunna maxaad u baahantahay marka niyadii aad ku kala saarto aada faradkii keentay faradkiibaa haddana mutacadida oo duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaa faradkii hadduu mutashaabi noqday ziyaado sii kala saaraysa middaad tukanayso inaad ku darto waayo oo intaa maxaa ii tiraahda asalka niyadaba waxaa loo keenay cibaadanimada marka laga tago litanyiisi inay wax kala saarto qadarkii cibaadada iyo caadada kala saarayay kala saarkaasu waajib u noqday cibaado iyo farad iyo sunnana waa inaad kala saartaa faradkii shabahayayna waa inaad kala saartaa halkaa waxaa kaaga soo baxay salaad farad ah oo duhur ama casara waa inaad niyooto salaad keliya haddaad tidhahda farad iyo sunno waa ke innamaa likulli imri'in maa nawa kee niyootay midna maada niyoodin kee diyaarad marka ama yaqaan farad baad niyootay faradkii waa batay wa innamaa likulli imri'in maa nawa baa taa maxaad katee niyootay faradkaa tukanaed niyootay waa kee ma duhurba ma casarba
waxaad niyadii ku sii khasiistay xadiidkii baa weli la sii wataa. dhegayso marka, fayse allah hadduu tukanayo fardan farad, wajaba waxaa waajiba qasdu ficlihi ficli lfardi, farad inuu samaynayo inuu niyoodaa waajiba, wa tacyiinuhu inuu cayinaa waajiba, maduur baa macatar baa ma maqri baa wala saxo sida waajibkaa wujuubu niyati lfardiyati wey, niyada farad inaad niyootaa waajiba duna idaafati adoon u tiirinin ila allahi tacaala, lilaahi tacaala ilaahay dartiina u tukanaysa inaa u tiiriso ma baahan. duhur baa niyooday oo farad ah, markaad niyooto lilaahi tacaala inaa ilaahay dartii kaa tahay niyada, inaad niyada kusii darta qasab maaha, waayo faradkuna sunnadii buu saaray, duhurkuna shafartii kale salaadada faradkaa buu saaray. maxaa soo hadal watacyiinuni waad haysaa waanahu yasixu waxaa asaxaya aladaaw adaa asaxaya inaad niyooto biniyati alqadaai qada haddaad niyooto cagsu salaad qadaa haddaad ismoojisa inay ada tahay oo waqtigii weli joogo qadaa-an bay kaaga asixi. salaad qada ood salaad ado oo tukanaysay oo waqtigii weli joogo haddaad moodo waqtigii inuu baxay oo duhurkii qadaa ahaan niyootana welina uu joogana adduu isu bedeli. ta waqtiga la xiriirta ee waqtigii inuu baxay ama joogo aad ku qaldantay, saa darteed niyadaadii qadaya adaa-ay gashay midka saxda ay raaciyo automatic bay isu bedeli. markaa masalaad ka faa'iidatay axkaamu niyya waxaa ka mid a in mararka qaarkood adigu intaad wax ula jeedo iyadu automatic isu bedesho. waxay yidhaahdaan fii waqti alxaji haddaad cumro xirato in qalaba alxaja cumro ma gutamayso, yowma carafa aad xidhatay cumro, ama xilli cumro xilli xaj xilli aan ahayn baad labayka xajan tidi sanadka bilowgiisi oo xilli xajba ma ahane in caaqadaad cumratan salaada baad isu qabsadaa, farad iyo sunna ma istacaaqubayaan. maalin ramadaan oo ramadaan aad soobi lahayd baad sunna niyoti, sunna ma ku guntami maya in caaqada fardan, marka niyadu isbadbedelkaas way samaysaa. tanna waa ka mid wannaflu sunnada duuna dul waqti waqtiga go-an leh sunnooyinka waqtiga leh sida taduxada barqadi oo kale, sida sunnooyinka watarka oo kaleeto, sida kuwa rawaatibta oo kaleeto, awissababi ama sabab ay ku timid leh oo cinda shaaficiyati ciiddii iyo qorax madoobaadkii iyo dayax madoobaadkii iyo istisqihii roobdoonta iyo asbaabta saladaha ku yimaadale kal fardi farad bay lamid tahay fiimaa sabaqa wixii soo hormaroo tilmaanta niyada, oo niyada waa inaad niyooto salaad caadasaad uga saarta waa ko salaada waa inaad sunna niyooto si faradkii meesha uga baxo waa laba, sunnadii way fara badan tahaye ta ay kasii tahayna waa inaad niyooto. oo sunnada ixsanaad ciid baa loo istaagaya sunnaan iska tukan haddaad tiraan ciid baad niyootay, ma qorax madoobaad baad niyootay, ma roobdoon baad niyootay, ma raati baad niyootay, waa inay kala cadda. wa fii niyati nafliyati nafli sunnanimo inaad niyooto u qasadaana wajhaani laba wejho asxaabu shaafici isu khilaafeen bay leeyihin. qultu waxaan idhahu haddaana asaxiixu sida raajixa laa tushtaraqu la shartin maayo niyatu nafliyati wallahu aclam, sunnanimo inaad niyooto sharti maaha, mar haddaadan farad niyoonin automatic sunna iska noqon, farad ba haddaadan niyoonin maxaa saa u yeeray calaa aqali laxwa asmaai baa lagu xambaarayaa niya niyootay waxa uu yaray noqon karta niyo cibaadaa sunno wey, niyo la tacabudayo waxa uu yaray noqon karta sunno wey. faradku waa ziyaaro dheeraadaho in lasii niyoodo u baahan weeqii waxaa ku filan fi nafli lmutlaqi sunnada mutlaqeen waqti iyo sabab gaara lahayn, maalintii o dhan baa iska sunaysanaysaa, habeenkii baa sunan mutlaqoon kuwii watarka ahayn baa iska tukanaysaa. niyatu ficli salaa salaad inaad tukanaysaa kugu filan, waayo salaadan waqti loo idaafayana ma laha, sabab loo idaafayana ma laha, farad loo idaafayo loo tiiriyana midna ma laha, waa salaad aan waqti go-ana lahayn sabab gaarana lahayn, saas darteed salaad inaad tukanaysaa ku filan. intaasi waa wixii la niyoon leh. waniyatu niyadu kaa'inatun bilqalbi qalbigaa laga niyoodaa, wayundabu waxaa sunnaa
aan nudqo in lagu dhawaaqo qubayla takbiiri intaana xiran nawaytu usallii baa sunnaa. Halkan waa laba masalo. Niyadu xaggee wax laga niyoodaa? Waa qalbigaaga. Qofkuna qalbigiisa wuxuu ka niyoodo buu leeyahay. Inta faradkaana waa intaas ee waajibka. Mas'alada labaad, taa waxaan u malaynayaa muran iyo war badan uma baahno. Ummadda muslimiinta iyo culimmaduna khilaaf kama taagna, nusuusteeduna way fara badan tahay. wayundabu nutqu, in lagu dhawaaqaa sunnaha qubayla takbiiri intaanan allahu akbar dhihin, inaad niyadaadii sheegto baa sunnood ku dhawaaqdo. Waxay u deliishadeen nadbiga ay ku saleeyeen, waxay dhaheen qalbiga iyo carabku waa waswaas badan yahay qalbigu, shaydaanka iyo hawada iyo waxyaalaha maraya inay daldalfiyaan ay guursadaan way badan tahay. Carabka iyo hadalka in lagu xoogeeyaa la rabaa. Sidaa marka ay yidhaahdeen fuqahada horta shaaficiyada mutaqadimiinta amale mutaakhiriintii baa sidaa iskale, iyagii baa isku qabsaday intaan culimo kale la gaarin. Walidaalika saaxib alkhatiibu shirbini saaxibu bugri almuxtaaj wuxuu soo guuriyey markuu mas'aladan marayay inuu shihaabuddiin adraci oo shuraaxda minhaajka ka mid a ragga sharxay uu yidhi walaa daliila lilnadbi, waa sunnadu, sunnadu waa xukun sharciga. Markay sunno fuqahada shaaficiyadu ina amreen farba inoo tacriifinayeenna waxay inay yidhaahdeen laba arrimoodba shaaficiyada mutaakhiriinta way haysataan labada dariiqe usuulka wax loo tacriifiyo. Kutub usuul fiqi haddii aad aragtaan min baabi alfaa'ida markay wax tacriifinayaan, midna waa dariiqada mutakallimiinta, midna waa dariiqada fuqahada. Fuqahadu waxay wax ku tacriifiyaan bisamara waxa la yidhahdo, waxay ku leeyihin waajib, waxa sharcan lagu sawaabiyo weeye. Waajibaa tabaysa maxaa tabaroo ka dhalanaya sawaab, maxaa ka dhalanaya hadday waajib dayacdo ciqaab. Masaladii sawaabka iyo ciqaabta ee samarada ficilkii iyo ka tegitaankii ahaa bay waajib iyo xaraam iyo nadiba kugu tacriifinayaan. Nadbigii sunnadii marka waxay ku leeyihin calaa tariiqati alfuqahaa, wax haddaad samaysa ilaahay dartii u samaysa ajir aad ka heli, haddaad ka tagtana aan dambi lahayn. taa waa mid. Laakiin calaa tariiqati almutakallimiin bictibaari daliil bay gaaliba wax ku tacriifiyaan oo waxay yidhaahdeen maa amara sharcu bii sharcu amran hayra jaazibin, amra aan adkayn waxay leh sabraa nadbi iyo sunno la yidhahdaa. taa haddii la yidhahda waxaa leenahay shaaficiyay sharcigu xaggee ku amray in lagu hadlo, waa sunno markaadna dhahdaan, waana mas'alada shihaabuddiin adraci uu tilmaamayo walaa daliila lilnadbi. sunno waxay ahayd wax sharcigu amray amran hayra jaazib, amarka intee yaalla ma jiro. walaqad way itifaaq weeye wax amar oo sharci oo ku soo arooray imusan jirin. taa waa midda koowaad. midda labaad, waxaan leenahay in lagu dhawaaqo waa khilaafu daahir nusuus, nusuusta daahirkeedi bay khilaafsanta. oo nabi cas ninkii salaada uu barayay idaa qumta ila salaati faasbiq ilwudu uma istaqbil ilqiblata, qiblada ujeedso fakabir, allahu akbar dheh buu ka bilaabay. farwi kama xijisiinin, usalli dhehna ma dhihin. walidaalika xilligii salafkana lama aqoon, madaahibta muslimiinta ee kalena ma taqaano, usalli ma taqaano, laa xanaabilaan aqoon walaa maalikiyaan aqoon walaa xanafiyaan aqoon. shaaficiyada mutaqadimiintooda iyo kutubtoodu ma yaqaanaan sunnada salaad lagu hadlayo, mutaakhiriintoodiina iyagiibaa madaxa iskula jira, wax daliil oo muctabaroho la cuskadana ma laha. carabku qalbiga inuu xoogeeyana mas'aladaa war badan baa ka yimid. ha lagu dhawaaqadii lafteedaa dhib iyo waswaas keentay. dib bay noo ishaari doonaay markii la yidhi allahu akbartii usalliidaadii iyo ha wada socdaan niyadii, dadkii waswaas ku dhacay waa aragteen usallii fadlatir cidlamasuuley faragcadiya laba dhaafi iyadii lafteedii saad u dhiirahayd baa waswaas dhalisay, qalbi ay xoogaysay iska daaye mixnad bay noqotay. walidaalika waxaynu leenahay salafna lagama aqoon, nas iyo daliilna ma laha, muslimiinta madaahibtooda kalena ma yaqaanaan, mutaqadimiintii shaaficiyaduna ma yaqaanaan, mutaakhiriintiina iskuma raacin, qoorta iskula jiraan. sawaabku maca shihaabuddiin aladraci alimaam aimata xadiib shaaficiya minhaajkana labada sharax ku leh
وحاله ولا دليل للندب وعفلا يا ذاكر الذي غضينا الإخيام فتاوى الأدرعنا فتاوى شهابدين الأدرعنا مسألة الآن الظهر ليه كليين معهم رب ضروا متاخرين دي شافعية باوتك أدرعي قاطي رحمه الله تعالى نكال إلى الخطيب الشربيني بامكو هذا الكيس السوق بريبه وحجر وهو ممنوع بل قيل بوجوب التلفظ بالنية في كل عبادة ربما قاربا بعبادة كالتواص وواجب قبوله هذا الكيسان الدليل مرهانا ما تشكت لكن محاول دليل مشهد للمعرومية مول المحتاج وحكم ذي شروح النجل السوق عندي كوكي في عامة مدية كو أقول عبارة سهلا أقول الدليل الشيخ بلاده كمدية وحي ساس طاي ما يقول دليل الدليل وركا لما يلي كرابوي دليل مال هذا يعني مركا وحي سوق إني والدليل كذا والدليل كذا يقول له لا شيء مركا مسألة لاز عبادة عن دليل لهي سلف يوم مظهر أنا عن لقاء أقولي إنتي دمار يسكوا وافقي وايين إني بدعتها إمالي مسألة الله أخوخة دمار إمالي أتاني ركني الله وارد أركان الصلاة كمدة تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام شدوي نبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم صلاة ذكرها دوا الطهارة حرشة دوا والله أكبر كبه حتان كذا نوا السلام عليكم ما كان نكي المسي في صلاته وحكيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر الله أكبر الله أكبر الصلاة عمل النبي عليه السلام والله بريتان والغوري كحكم عامنا والغوري صلى الله عليه وسلم ويتعين عين قوة وقصة قوة على القادر قفك أولا الله أكبر إنه يرعلي ساسونا النبي الإشري صلى الله عليه وسلم ولا تضر إلي ميسر زيادة إعراب لا تمنع الاسم اسمك أن ديني كالله الأكبر أكبرت ألي في الله مدد جريسو لبمرها لغفة في عنه ويوا زيادة معنى إلي حوبة يسمويين المعنى وحب لمينين أكبرت هنا والله من ألي في الله مدد رينا وحب معناها كبه ديني ميسي صدفة سلاسة المعنى المقنع لكن وحاكف في عرو التوقيف الله أكبر إما ترى وكذا وحال لبيدو دبلهين الله الجليل أكبر ويا الله أكبر والله تبت الجليل أضحنا كما درتو إلهي أمان في سونا وحوات إلي ميس إلهي في الأصح سيدة راجحة قول شافعية وحالة مايا وعبادة وتوقيف الجليل اللي قدر معها الأكبرنا أريفي الله اللي قدر معها انت صار وارد كاهي سيدي حديثك برمنا عازمنا بري ونبلاء ونبي كالذي أرسلته إلو داية ويوحنا الكاري ألفاد عوي لا أكبر الله ما صحيح هذا الكتاب ما ليس ولفظ الجلاله هي تكبيرتي سيدي يوكله الرئيين على هرم كالهر ما ليس الكتاب ما ليس على الصحيح سيدي راجحة وهي تكبير معه إلى ذلك أكبر الله تكبير معه الله أكبر مع تكبيره ومن عجزه فقهادي بعض القياس بيقاع قرانا وحيدا يعني الله أكبر ألا هو يسوما ألا هو يوحك الطاوة يتواسع الله أعظم بيتواسع ألا هو جليل بيتواسع حنفيه ذي الرجل لم يتكعه كاسيه ومبارين طيب ومن عجز منك كريوة يعرف حفظ صلى الله عليه الله أكبر لما كريك رمي يقان ترجمة وترجمه يا افكي سوكدي الله وي تي وما جيره هذا نيكي سوماري هو لين جيره جمره سوماري كاميرا الله ما حلت هو بنت هذا عشق ما يمغليسي رجي جوغي باي غو راي غوب جوغا ما نكي دعيس غير تورا اي مادين الصواري بكو ادامي من بقشه الله ولي واقع عليه الله اللي مكوري فجري واقاوي 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 أيوة كذا هذي أنا استغرب واقع لكن مو يدين لكن اللي تشوفي ما هو رأيتني أنا تاجنا ربكو هذا ما يجي ولا تشوفي هكذا عند الأي اللي له الله الحارس ووجب وحواجب لكن أتوقفك كري وايو فاتقوا الله ما استطعتم وين نقول حي إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم منك المعبود أنت وكبرنا يو صلاة صوغ شيء أفكي سوكو بوكو قليا صلاة
ووجب وحواجب واجب التعلم انه برته ان قدر هدوء غوده هدوء حبران كره انه برتنا واجب وهي التكبير صلاة الغبرة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لقاعده وحن واجب كلا انت لما يستري الكريم وواجب صدرت انا برتاد باهاتي برشدي وواجب ويسمي وحاصلنا رفع يديه كما قال القاضي في تكبيره نقل تكبير سنجو حدو من كبيه لا لا قرى قابل قوضة قابل هرات قوضة قابل قوضة حق هرات كعمه هنا الجلس إن هذا قعمه تبا ساع انتجر هذا هل كان حكى عليه صح معه هل كان ضمينا الجيسان صح معه إنه حبار يسلق قنبوزه إنه قف قعمها قرب تقربها قابل قوضة جيه هدو قرر القادم نقاها وكوئة ديو فره للاسم لماذا وجبة إنه هل كان وصفه دائي قرر نبي القادم لماذا هو اللغنية والله صح وصنا راجحة رفعه إنه فوق روي مع ارتدائه تكبير الله أخبرك الله إلهي إن الله قد قادم لكن ظاهر كنصوص تعديل لإيه إنت ورسولاتك فربنا قبل التكبير يا مع التكبير يا بعد التكبير هو يكسر الله عليه السلام ورباب السنن طابس كواسح وفرموي ويجوه حواجب قبل نية النية إلا لا حريره ديو بالتكبيرة تكبير توها الرئيسة يا النية إليه ولا حريره أي واجبة صوتها صلاة وحي كبل الأبناء يسعى تكبيرته حتى أصلي هذه اللي إلى هذا ولي صلاة محرنا شو عسنا الله من حريسته رجع يبي فوق هذا كمل هاي الناس يخرج شري طامان يحضر بيحرق إنه كذا هذا عيوم أصلي وأصلي لكن صلاة كبل معه ذكر وحاله هو الحق قد يعتريه سوء تعبيره وحال ريا والله حقي وش فعلا شيء ملك القارقود قال كم شيء يسمى كاير حمار عدعكر صحيح الحيرة دين عرفت الوحيرة دين عصر كي يمرض ووحدة شعري يسوما هذا تراب عصر النحل وهي يهذا تراب قيء الزنابير باشا من تم من تقوي فعلا ما تجرى كسر إذا لكن ما تجرى كتير على صباح الماء صارين الوحيرة دين لا بعرف كم كلا رام بيرة دين ويا لا أربعة لا دين يوين في منطقة صدق لكن نتيجة ما كانت جوي نتيجة سكمل ما نتيجة سكمل جوي لكن من حالها الله استعمالها من ذلك الله استعمالها أفيه ليه هو كارب وحن وملبيه ومتكشني أو كسو ليه سو ما كارب أفيه ليه هو كارب ولذلك ما لنا وعينا فري وحيد لا تقولوا راعنا وإله ليري وقولوا انظرنا راعنا ينظرنا في معنى العرع لغة العرب اسكم بدوي لكن أرى سكة ويرى قاب دروي وحاكم إذا لا يقول أحدكم خبصت نفسي ولكن لي يقول لقصت نفسي لقصت هي خبصت قاموس قداتك تواسكم لكن خبصت من أنا هو فعنا أرى كفع عن ما صدقت أرى يبضنا وحاجر اسكم معنا لكن كان إذبي شرف لنا صدقت وحيري سوق الحق يعتري سوء تعبير البلايين مركو كعل علي كعل علي بحيث ورقيت هذا لي شيء هذا ترى رجل يصلي فرض الظهر أربع ركعات أداء لله تعالى مقتديا قال الله يبعطي الله أكبر فلا دو يستحبه عوجه الله أكبر لا ترى صلاة نادن قلي قال الله صلاة للتشمين بيسنون نور ربي مركو هذا لكن هذا الكالية حسكة لوجه لهذا فهقر حصلا بحيث نقطة مقطع مركو نقطة الله وش يا كيسة اسمه وحيري ليلى الحمد لله سيتني يا شنطة اللي سمي مالها سيتني نحلي فرات هذه مالها صحيح وقيل وحالي يكفي وحا كفرا بأوله أول التكبير إلى اللحر يرتع كفرا إمام نور الله تعالى إيه ومك لأن حجر الهيتمي مجموعة نووية وفتح الجوات هيتمي يمكى مسألة كهر ليين وحجر أهلين مسألة ومسألة غبرا وسواس صلاة دفت قريس وإن التكبيرت هي نيود الحريران لذلك وحيد أن ضدكو تكبيرت مقارنة عرفية يقفون النيود تكبيرتي نبو حرتيا باكو فلاني أعظم مكان لهي لأعظم مكان لهي هذا مكان لهي أك مكان لهي فأعظم مكان قاليس نيودي متش وقتي حتى أزبر برنك تلال قل يها وسواسي صلاة كثرت المشكلة هاي ستوي ولذلك وحيليهين وسواس كمذموم كغبرا
takbiirtii acdii iyo ra'dii u dambaysay iyo niyadii ma wada socdeen ood raadisay ka dhalataa. Marka maxaa lagu kaaftoomayaa almuqaarada alcurfiya, waad soo istaagtay, wax kale uma istaagin. imaamkaad sugaysay maxaad sugaysay? salaadii wixii ood ku xirata soo maaha. allaahu akbar buu yidhi, hadna allaahu akbar baa tidhi, salaad baad meesha u taagnayd, kifaaya, intaasaa ku filan. waxsi haddii adiga xaalad kula soo daristo aadan isogeynba gool imaamku allah adba yood maqan tahay, waa xaalada naadiriya dee salaadii inaad dib isu soo celiso markaxa soo dabaashay u baahan tahay. laakiin mushkiladda axkaanlaydeenii haysatay ee salaadii uga tegi jirtay wuxuu rabaa allahu akbar acda u horeysa iyo akbarraada u dambaysa intuu ka dhahayo niyadiisa iyo qalbigiisa waxaba yaraatee tifa ino kale ina kusoo dhicin buu rabaa. markaasuu shaydaanka is adkaynta uga faa'idaysan wuxuu dhihi may waxbaa kusoo dhacay soo baataana dhexda wada yuhi may waxbaa kusoo galay allah markuu leeyahay maqlaysaan aqaaqo intaas u qabanayaan acdii iyo niyadii buu isla eganaya wuxuu rabaa inuu iskula qabto ninka yidhi wey sagaartiyada waxu qalaysaa kula qabtay oo kale waa mixnad meesha wasoo iska yimaada halkaa way taha isku dhibina waad soo istaagtay salaad baad u taagnay wax gaarahoo maskaxaadoo baxday ood istoogtahayna ma jiro allahu akbar kifaaya itiraan alcurfi waxaa la yidhahda nawowiga ka hadlayaan taa wey raxmat ullahi calayhim jamiican. athaalisu kan saddexaad baan ku daraynaa rukni gaaban haddii la yidhahdo rukniga saddexaad alqiyaam waa inaad taagni ku tukato fii fardi alqaadiri qofka awooda salaadihiisa waajibka salaadahaaga waajibka haddaad taagni awoodo taagni inaad ku tukato weeye. nabigeena sal allahu calayhi wasalam cimraan bin xuseyn buu ku yidhi salli qaa'iman taagni ku tuko fain lam tastatiic haddaadan awoodin faqaacidan fadhi ku tuko fain lam tastatiic haddaadan awoodin facalaa janbi dhinac dhinac usiixo tuko. tafaasiisha waa mari doonaay amarkaa nabiga iyo ficilkii nabigu uu samayn jiray ku tukin jiray dadka iyo ninkii uu yidhi aqumta ila salaati salaad haddaad u istaagto iyo qur-aanku yidhi aqumtum ila salaati haddaad u istaagtaan intaba salaadii qiyaam iyo taagni baa laga hadlayaa. laakiin faradku fujuubkiisu khaas ku yahay waynu arki doonaa. wa shartuhu shartiga istaagu nasbu faqaarihi lafaha dhabarkay isgalgalaa faqaar la yidhahdaa inay toosmaan wey markaad salaada taagan tahay taagnida inaad taas u yar leexisa ma aha buu ku leeyahay. waa inaad lafahaaga dhabarka alfiqaar waxaa la yidhaahdaa dhabarku waa dabaqyo yaryaro isgala weeye lafihiisu markaad foorsatana kala baxa markaad soo istaagtana dib isu gala waa inaad toosiso inta ugu badan ead awoodo. asalkana waxaa loo deliishaday loo qiyaastay rukuuc iyo sujuuda iyo inta u dhaxaysa yaa waxaa ku soo aroortay nabigeena sal alay slam inuu leeyahay laa tujzi'u salaatu rajuli xataa yuqiima sulbahu fi rukuuci wasujuudi ilaa uu toosiyo. riwaayada qaarkood ba waxay yidhahdeen xataa yuqiima sulbahu bayna alrukuuci waalsujuudi. riwaayad kale waxaa ku soo arooray sugan innabigu calayhi salaam buu yidhi innahaa laa tatimu salaati axadikum qof salaadii ma dhammaystirna waxaa ka mid ahaa ilaa uu rukuuco uma yaquula samica allahu liman xamida uma yastawiya qaa'iman xataa yuqiima sulba ilaa dhabarkiisa uu toosiyo. oo taa xaggee looga keenay istaagii horena sidaa ha noqdo xadiid kalaa isagana sheegay oo nabigu calayhi salaam wuxuu yihi markaad rukuucdo waa inaad soo toostaa xataa yacuuda kullu faqaarin makaana ilaa faqaarkii lafihii dhabarka mid walba sideeday ku noqoto yuqiima sulbahu sidaadii ay ku noqoto sideedee siday qabla rukuuc ahayd oo ah inay toosnayd oo taagnayday. intaa dhan marka laysu geegeeyo waxaa nasba faqaarihi lafaha dhabarka inuu toosiyo in baadin faa'iida qof laf dhabarka hadduu ka jaro fulaan alfaqiir baa la yidhahdaa nin aimada xadiidka kamid waxaa kamida la yidhahda yaziidu alfaqiir. yaziidu alfaqiirkaasi inuu sabool baahan ahaa ma aha. haddaad nin loo nisbeeyo fulaan alfaqiir maqasho oo magac shaksi ale aada waxaa u dhacdaa qofka dhabarka wax ka gaaray dhabaray wey yaziidu alfaqiir yaziid dhabaray wey dhabarka wax ka gaaray lafaha dhabarkaba wax ka gaaray. laakiin waxaa laga yaabaa adda xadiid soo marto maxaa la yihi nima kitaab xadiid aqooni baa xadiid la qabeeyey markaasi wuxuu yidhi wuxuu soo mayn rawaahu nasaayi nasaayina weligi muunan baqalloka cabaar buu garab waaya marka ha haddaan gartay naagtiisu ka wariyey wey kaasoo kale hadduu soo maro yaziid alfaqiir kii miskiinka ahaa buu dhihi marka yaziid dhabaray waaye f
فقرتقاك لفها اللي هذا اللي قتيرا طيب حيدي فهو وقف هذا يستعوه منحنية السبب قلو عصم وهو صير فورنا أو ما إلا أمدنا قلو عوني عصم شارا بحيث لا يسمى يسوى الأمة عالية من قائمة نمتاجة وفورنا ما لديه وتغيية لديه مهيو لم تصير صحة قيام كيسي تغيير صلاة ما أصح يسوى وهي واجب كيبو كتغي يسوى العذر دار لحين فإن لم يطيق هدوسا أولين انتصابا المكتوس يستغو يستوسيو أو وصار أول نغضة قبل كيسوبا كالراكع سيدي قبر كوعسا أما النظر ما قد عاي أما الله يلو وسوق تير فالصحيح سيدة الصحيحة أنه يقفه يستغي كذلك سلاسه يستغي وأيو إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم تلو ودان لإمام المبيني قاعدنا وحيها الميسور لا يسقط بالمعسور انت سؤولا ويزيد زيادة ليا انحناءه سيفورته للركوع الركوع سيد الركوع ذو قاري ساسا اتاقنان هذا اتاقنان فالتوهي ركوع لمركا لقارنا خوص مضو حيرغاتي يربالين ان قدر هدو سؤوله وحان الله وقت يا صنعيا ان خوص مضغاتي يروالوذي سيد الركوع ذي سجودة صلاة قفك الراكبك ويكاله سيسيني بل قيام كالي الركوع لنوك الاساريو أركانتا كالهو سيسين خفاق كيهو سفورتسيا إن لبوتي إليك الهو سيام برلو باهية ولو أمكانه دوصو لكشو القيام يستعو دور الركوع والسجود مر ركوع كرابر السجود كراقوف كان لكن ويتاقنان كرا أما واسيحة وحالة دار الله حريرتا أما واما دائما قف كان مفورسان كرا مر السجود كرا لكن ويتاقنان كرا ويستعي ركوع السجودنا ومشاري دائما مر كان لا يرى واسيدا وقف يد السيدا حالة دي سوتشوك تكون نقط مر بعض لغاية بعض عافل ما أبقلين يكون قبضته بيا تحتاج انت انت يكون هيا الركوع تاتر بيا بطورة واحد بحال ثمين ميل سحمد أتاج انت هاي وميل أكفر رسطة عن العين دي ربا حمسة من قريبا دي عكتا أنا قد نمضوا حرمت ودلت إساسا لحرمت حرق عافلمات بالكولس ودلستيو وحبها فقم ركبا ظروفية صامية قابة بلان بيكوي من كرتا وحيني ولو أمكانه القيام هدوء سرور دون الركوع والسجود لكن ركوع السجود ما أول قام واستغيا وفعلهما الركوع السجود وسمين بقدر إمكانه انتو أولو ما استطعت منهم ما استطعتم تبع طلاسع التولي ولو عجزها ذكر واي عن القيام يستاق ما بيستاق كرقف كان فعدوا فريسا كيف شاء سيدو دون صابت سيجار شرعه أمري السيجار حرام تنمية منا ما جرت ما بيوحو يري صلي قائما تعلم كتكو فإن لم تستطع فجالسا أما فقاعدا نظر فديا بعدما فتح الله إطلاقا سيدو فريسا طبعا وعوكي معوفا ببرنا وابتراشه إنه يسكوك لذو وسيدة تحياة فريستا أفضل كفضل بدن من تربعه إنه اللغة حسين سنة أفسده في الأمهار سنة راجحة قول كالله قول إمام الشافعي سيحوك بدن لماذا وحوك بإليهين كما ذبها كسيحوك بدن افتراش إيا تربع افتراش كافي عن افتراش هو سيدة تحياة كأو فريستا طبعا بكالوك تكو فريستا تحياة بكالوك نتاكتو لكنا كو فريستا وهي إيادة هي الصلاة يقفت كلا يوم يراهده سيدا سيكون على الله فقال الشافعي رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى تربعه وإن أبطال كبيرك دكتور لغة غير صور بحيثه سيدا رئيس الله في سواء تربع عاصنا سوهي أصلا الآن وما يكبر جلاله لكن وفرد إسكبرنا والصحيح دليل ملك اللي إلاله التربع أفضل تربع كفر دبلا وهي إساقا نصا أصور علي نبغى نحكسه من حنظلة من جديد ليلاله باوحي للنبي العروي صلى الله عليه وسلم فرأيته يستجارسا متربعا يصلي استغوا فنيا وصال الله يسلنا صدوه تكنية معناك عائشة وحي كوري سيسي إمام النساء دار قطني حاكم يغير كود بولين أيان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا سورة كان يصلي صلاة صليبا أركيت النبي صلى الله عليه وسلم
حاكم على شرط الشيخين يقول لي حديث كعائشة ذهبنا وقوة فقط الشيخ ناصر يسوي حلي على شرط المسلم وي تاس دليل كذا النقطتي الذي أي كان سوما جواب كبد هي قوي تربع كذا هضم بيلاي محايا لي قيام كحالة ديسي هي حالة دي تشهد كسر لو كلا صار أنا لقت كوفة ديال وجبي سأقول كلا صار قيام كنا تربع هش مهما تلو تشهد كي يبرك ودينا اكتراش كي هبنا تلا حالة دي كلا جوا يلاي طفل كروح بين هجرته هذول صوروا هكذا دولا هل كاتي أنا الله مريم ويكره حكراهية الإقعاو ضوضة نوفر استكراهية لو يهنا لتاو أنا ضوضة كوفة يسطر سير لو يهنا سيدا أوتك سيدا أي داير كي يوفر استان سكر الصلاة الله ما أقول ما بيقال غير سؤال منها عن الإقعاء في الصلاة صلاة تحل هذا الفرد الداني يا رئيس فرد داير كوا كرد من زمان كاتل ولا يقانا إقعوه الله رب العباد يقانا في اللغة العرب في استعمال النصوص من نوع كان إنه قط صل كسار لو يهي اللغة أنا كل تعب وأكل غيري وهكذا الإقعاء اللي إلى هذا إن أبكر مكسود كسر كعرب فرها تاكتو لا هذا عرباد كفر يسطو كاوا بكل وقولي وانتقدونا إن شاء الله تعالى ثم يحجري بأن يجلس وانو فريستو على وركيه لا هذا السماد بدلالة مكاد يغانا يا ناصبا إساو كورو تاغي ركبتيه اللي بدل لون كورو تاغي كاوا يقع أهل ديدي ثم ينحني كدب فارسان يستاجي سبكو حقنا ما يستو لنكو عيبو هو من يرفع ديس بحيث التحابي أي قابل يسو جبهت يموتش في سيا فوق سهره ما قدام ركبتيه لبدا لو ناشع كور رئيسا ركوع بكا طور ركوع ذو ناشا لبدا لو أكتورا وجهة بلوكا عدوي والأكمر سيدا سي كامل سنة وبركة دلوانا قعمو القبسطة وانت أغير قعمها أتسوفو الرئيسي لبدا لو مكا القبسطة لو يهلكا هرطو ذيكو آل والأكمر سيدا كامل كا أنتو حابيه وانا يقابشو موضيع سجوده نشوك سجوده والحرى أنت أصير بقى تصير على الركوع ده بركة أنا نسيت في عروس أنت وتشي على وجهة كوس شودي دون تو بدانا كل هذا ضوء مسك التعليل هذا سيد على الحيرة دي سيد مقام تسي صلاة وحط كريونا هو عم ما أطلع فين عجز هذا الكري واي أنا القعود فدنا ما هو التجمي وهذا بودي وين فدنا كم تكر كثير صلى وتكريا لجنبه الأيمن إن عملك توتكريا لأن عروس يعني عروس يحن حديثك عمران بن حسين فعلى جنب كريوجري لكن وحي الهدي لوضع لنا عيام مضن لذكتاب مضن وكفر لبضن لسببين كوى حديث عامة وعائشة ويكري النبي كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وحن عبادة فضل أواي من لبضن نوانا يتنى أن كحو تشنو حديث علي بن أبي طالب يدار قتل وريي بيهقنا سو صاري بوحو يري فإن لم تستطيع أن يصلي يستطيع أن يصلي قائما فعلى جنبه الأيمن إن عمري حديثك هو ضعيف كان واحدين يا فضائل الأعمال يسونا مبارن كهذا الله يرهدين كذب وحو يري فإن عجد إن عمري يقنوا أولي كري ويري لن أعلمت كم ويري فمستلقيا طور بوسيحة وغانا قبلة أجيني حديثك عريبة وحاكو ترتي فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة قبلة أجيني وحاكو ترتي حديثك عمران بن حسين فإن لم يستطع فعلى جنبه فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة تبع قصو أرطيوي أرأي قائل حافظ بن حجر ما في التلخيص الحبيب إمام النسائي إتيري دوان كبار باريو لورا السنن تقول ريان وحيد هذا أنه سنن كصغرانا وكويني كبرانا وان خاذية لفظي كريم ما نحدد طرق حديثك عمران بن حسين كما أقبل الله في ريو وحيد هذا لما لا حديثي سبي وحنا وحاوي فضائل الأعمال بانكها الله ينعي هذيك ضعيف كامل الكيير وحيد الفقهاء الشافعي فضائل الأعمال ما استعمال كرام وللقادر قف كأولا وحق له بنان قيام كأولا التنافر ونوص ما يستر قاعدة سوى فريا وكذا مطلع جعل سوى كيف فلنا عوشيها في الأصح حسين راجحة
waxaan ka soo hadlaynaa shuruuda waa salaada faradka sunnada soomaa adoon cidina kaa xoog badanoo taagnaan kara fadhi waa isaga tugan kartaa dhinaca intaad uu ka dhigtana waa tugan kartaa inta waad samayn kartaa cimraan ibn xuseyn baa nabiga weydiiye aslcan salaatii rajuli huwa qaacid qofka fadhi ku tukana ka waran buu yihi wuxuu yihi man sallaa qaa'iman fahuwa afdal qofkii taagni ku tukanaa u fadli badan waman sallaa qaacidan falahu nisfa ajri alqaa'im ninka fadhi ku tukada ninka taagni ku tukada ajirkii la siin lahaa nuskii baa la siinaya ninkii dhinaca ku tukadana ninka fadhiya ajirkiisii buu nus ka sii helayaa nabigu waxaa sala marar badan buu fadhi ku tukan jiray yusallii jaalisan wayusallii qaa'iman saddex xaalad saddexda nabiga ka sugan tahay taagni intuu ku bilaabo salaa taagni inuu ku dhammeeyo way ka sugan tahay salaadaha fadhi intuu ku bilaabo taagnideeda o dhan fadhi uu bedelo sunankana way ka sugan tahay inuu isku darana waa ka sugan tahay inuu salaada qiraa'ada dheer fadhi ku tukado markuu wado 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 markay waxoogay qiraa'adu rewo laaban tahay inuu istaago taagni akhriska intuu ku dhammeeyo rukuucana way dhex jirtay intaba xadiis saxaxa kaga sugan nabiga sal alla alay wasalam marka dacaa waa ku deynaynaa rukniga raabica wallahu ala sal alla nabiy maxamed alayh sal slam. Thank you.